تتكلم الدكتور بعد اتفضل اتفضل حضرتك يا فندم. والله انا مريض سكر، بس السكر التراكمي بتاعي 7 ضربة. كويس. ولقيت في تانية الفخذ اليمين حاجة زي الحرق، رحت الدكاترة قالوا من السكر، ادوني مراهم وكده، بس انا عندي تسدي وعندي بؤرة ورم في الكبد. ايوه. وعندي كده بقى 50 سنة، عامل في 4 عمليات. ايوه فندم. وهمدان على طول وعاوز انام على طول. ايوه فندم. انا باخد مراهم الوقت مضاد حيوي وحاجة حساسية، استنت الفرق فيها زي حادق، كانت من سنة كده طلعت زي فرصات وراحت. يعني انت عندك قرحة كده بتقول في رجليك يا فندم؟ لا، في تانية الفخذ اللي في تانية الفخذ. تانية الفخذ في القرحة دي شكلها ايه؟ بتطلع ريحة مثلا، فيها افرازات؟ كانت الاول بتطلع افرازات من بعد ما دانتها مراهم وخدت لها مضاد حيوي، ما بتطلعش، بس هي عاملة زي الحادق كده طوله حوالي 4 سم. يعني مطلعه بقليله مثلا حضرتك؟ كانت في الاول، بس دلوقتي الحمد لله. دلوقتي قفلت خالص، عامله قشره سودا. طيب. عامله قشره سودا، بس في حضرتك تنزل تنزل شبر كده تحت ال، عملت عمق يعني؟ لا مش عمق، بس الحمد لله ان حيتها في الاول. كويس كويس. بس فيها الم جامد. ألف سلامة على حضرتك يا أستاذ إسماعيل. عندك أي سؤال ليه يا دكتور محمد؟ إحنا دي طبعًا من إحدى عندك أي سؤال يا أستاذ إسماعيل؟ لا خلاص كده؟ عندك أي حاجة تانية يا أستاذ إسماعيل؟ الله يبارك في عمرك. ربنا يشفيك بإذن الله تعالى. أشكرك شكرًا صالح. شكرًا. دي طبعا احدى مراحل القدم السكري، وكانت بتقول لي في الفخذ، فهي كانت عامله زي ما بيقول، كانت عامله بقليله زي الحريق، وبعد كده عملت قشره. بس هو الجميل ان هو شاطر بيحافظ عليها، وراح اخذ كريمات وراح للدكتور، معدل السكر اهتم، معدل السكر بتاعه بيقول لي 7 و 6 45، يعني بيقول زي ما بيقول 7 الا ربع 6 45، فبرضه المعدل بتاعه ما هوش عالي خالص، ينظم السكر ودايما يتابع مع جراح عشان ما توصلش من المرحله دي. اذا كانت دي المرحله الاولانيه ما نخشش على المرحله الثانيه، وهو نفسه بيقول انها ما دخلتش في العمق، واحنا بناخد ليها زي ما هنقول في العلاج بعد كده، بناخد ليها المراهم والعلاج المناسب. فدي يعني مؤشر كويس، مؤشر كويس، وان هو كويس ان هو عنده وان هو باصص كمان بالظبط ومتابع، يعني واخد باله اللي بيحصل والتغيير واللون بالزبط في الجرح نفسه.